أسرة الأمن الوطني بمراكش تحتفي بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. هذه الذكرى تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى ولاية أمن مراكش للحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. ولي الأمن بمراكش السيد سعيد العلوى أكد في كلمة بالمناسبة أن إحياء هذه الذكرى المجيدة يستدعي استحضار منجزات ولاية أمن مراكش بجميع مكوناتها في مواجهة كل ما يمس بالمجالات الحيوية للأمن أو الاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم وسلامتهم، وكل ما يمس بحماية الحوزة الوطنية، مع الحرص على تحقيق الازدواجية الدقيقة المتمثلة في العمل على أسس ضامنة لتطبيق القانون من جهة واحترام الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان من جهة أخرى. المسؤول الأمني أبرز أن الفترة ما بين الذكرى 62 والذكرى 63 اتسمت بسعي الولاية الدؤوب للنهوض بالدور الفاعل في استثباب الأمن المنبثق من المخطط المديري الموجه والشمولي والمترابط، وعمل يومي منظم متسم بالإشراف المباشر والمتواصل وبالاستمرارية وبالمبادرة واليقظة الدائمة والمسؤولية والتقييم والتقويم دون ارتهان بأي ظرف من الظروف. كما تمت مواصلة إحداث مصالح جديدة تجاوباً مع التطورات المجالية والأمنية ومتطلبات تعميم التغطية الأمنية للمدن الناشئة، مواكبة للامتداد الحضري وتقريب مرافق الأمن من المواطن ومن السائح. المصالح التابعة لولاية أمن مراكش قامت خلال الفترة ما بين 16 ماي 2018 و 16 ماي الجاري بإيقاف 13 شخصاً مبحوثاً عنه على الصعيد الدولي وتنفيذ 16 إنابة قضائية دولية في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. خلال هذه الفترة تم تقديم ما مجموعه 61,278 شخصاً أمام العدالة بالمنسوب إليهم، من بينهم 13,484 شخصاً متورطاً في قضايا ماسة بالأشخاص و 9,188 شخصاً بالممتلكات. هذا الحفل الذي حضره مسؤولون محليون وشخصية مدنية وعسكرية تميز بتوشيح 4 عناصر الأمن الوطني بأوسمة ملكية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على جليل الخدمات والمهام التي اطلعوا بها خلال مسارهم المهني بكل التزام واقتدار.